يا رجع ما هيك؟ لا رح نام عند عمتي، بكرة برجع لحالي مثل العادي. تبع حالك خي. عمهلك ما تمشي، بدي طمن بالي أنه فات. ما كان لازم نتركه هيك لحاله الليلة. ما بشي يا عمتي، مثل الحصان. يوسف قسي عليه، كسره. لو قد ما كان يعني هيدا بيو. ما تعتلي همه، هو أقوى منا كلنا. جبت لك فنجان سخن لحتى تروقي اعصابك. وهيدا كيك، خدي قطعه، مش اكلي شي كل النهار. انت ما اني نفس هي ذكيه. قولك برد رد رد عمتي، حتى سبيكر بدي اسمع. الو، اهلا ذكيه. انا اسفه كثير اني عم بحكي معك بوقت متاخر، بس انت بتعرفي انه انا وفارس منعنا انه نتواجد بالعزا. ما قدرت اقوم بواجبي معكم، قلت لحالي بتصل فيكي وباخذ بخاطرك. الله يرحمها والله يصبركم. مرسي، الله يخليكي ويخلي لك عائلتك. يا ريت تعزي لي ياسما كمان، رغم كل شيء صار وعم يصير بينها وبين فارس. انا بحبها كثير لياسما، بس بصراحه خايفه اتصل فيها، لانه قال لي فارس انه هي مو متقبله القصه كلها، وانه راح لحتى يعزيها من كل قلبه، اعتبرته عم يشمت فيها. ياسما زعلانة كتير على أمها وأعصابها تعبانة، لهيك بتكون قالت أشياء ما بتقصدها. إيه أكيد أكيد حبيبتي، وفارس كمان اتضايق من اللي صار، بس خلص قررنا إنه يبعد عنا لحتى هي ترتاح وهو كمان يرتاح. أنا قلت له يروح يقضي يومين بعيد عن هون لبين ما يخلص الدفن، وهلا هو راح وناقصنا مشاكل يا صباح. يلي فينا بكفينا. مرسي على التليفون ذكية. مرسي. سمعت شو قالت؟ سمعت شو قالت؟ رح يقضي يومين معها كرمال لا يرتاح مني ويبعد عني. لا هي مش هيك قالت، قالت انه خليته يبعد كرمال المشاكل. ايه، بما انه هو ما في يرفض لها طلب لخالته، رح ما لقى كلمه اخذها للبنت وراح يقضي معها يومين، ما هيك؟ طيب روقي حبيبتي روقي، مش